احترام الناس وتقدير الناس إلي ونظرتي أمام أطفالي وأمام أهلي وأمام عشيرتي وأمام كل المكونات، هذا اللي خلاني أجي أرد أوضح الحقيقة وأوضحها للناس. الآن أريد قبل أن أختم أعطيك فرصة لشيء تود أن تقوله قبل أن أختم أستاذ حسين. والله أنا يعني صار الحديث حول المطار بصورة عامة، بس أنا جيت لي سببين، يعني حبيت بس أوضح حقيقة الملابسات اللي صارت بزيارة دولة رئيس الوزراء، وحبيت أنقل للناس اللي تكلمت عني بالسلب في مواقع التواصل بصورة عامة، أقولهم أنه لا تبني رأيك على فد فكرة ما تعرف كل حيثياتها، ولا تعطي فد رأي تكون محاسب عليه أمام الله جل وعلا بالدرجة الأولى. نعم. ورسالتي الثانية إلى دولة رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء هو يمثل العراق، واحد يباوع له يباوع على العراق بصورة عامة. أنا ما أقول ما امتعضت من التصرف اللي صار معي، بس ما كنت أستحقه لا اليوم ولا باكر. أنا عمري الوظيفي 40 عام، أنا لدي أهل ولدي أصدقاء ولدي ناس تنظر لي بالمستوى العالي، تنظر لي بالمستوى المحترم، فما أستحق اللي حصل هذا، خصوصا أنه ما عندي قصور. وأكو أمور معينة لعملية العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، أول واحد يحافظ على كرامة العراقيين هو أعلى رئيس تنفيذي لهذه العملية. فمع كل الأسف يعني الإيماءة اللي صارت وهزة الإيد اللي صارت من دولة الرئيس خلتني أنظر إلى نفسي غير منظار، وكأنما عمري الوظيفي هذه 40 سنة احترام الناس وتقدير الناس إلي ونظرتي أمام أطفالي وأمام أهلي وأمام عشيرتي وأمام كل المكونات، هذا اللي خلاني أجي أرد أوضح الحقيقة وأوضحها للناس وأقول له يا دولة الرئيس يعني هذا الأمر اللي حصل منك ما كنت أستحقه. يعني واجبنا الأساسي وبتجرد أمام الله أن نضع الحقائق، يعني نقدر ونثمن لكل عراقي يقدم جهد، ولكن أيضا بالمقابل يعني أنا أقول ليس دفاعا عن رئيس الوزراء من قد ما شاف أن هنالك خلل بمؤسسات الدولة، يعني شودت الدنيا زين بوجهه، لأنه ما معقولة المستشفى هيك والمطار هيك والمدرسة هيك واليمة يبوق والهناك يبوق. أنا هذا كنت متأكد منه دكتور نجم. أنا هذا كنت متأكد منه، وسيرت الرجل معروفة، بس أنا ما أعطيت مجال حتى أشرح، ما أعطيت مجال أنا حتى أتحت لك هذه الفرصة. أنا أتحت لك هذه الفرصة، وأنا متأكد السيد رئيس الوزراء راح يتابع هذا، وأيضا سلطة الطيران المدني مطالبة بأن تقدم تقرير لرئيس الوزراء لما حصل الآن ولما كان يحصل سابقاً.